السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ ايوا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالنا اليوم هو الطارت كلاصي اللي كتشوفوا، كتجي معلكه باللوز والكراميل، طارطه ديال الضيافه ناجحه 100%. مكونات ديالها بساط والطريقه ديالها ماشي معقده بزاف. فقبل ما نمروا للمقادير وطريقه التحضير، ما تنساوش ديروا اشتراك القناه ولايك الفيديو، ومشكورين دائما بطبيعه الحال. فهاد الطارت كلاصي غادي نحتاجوا لها ثلاثه د الحويجات اللي غنديروا فيها ثلاثه د الحاجات. اول حاجه هي النوغا اللي عندي هنا كاس ونص ديال اللوز خضر، وكاس سنيده، وكاس الماء، وغادي نزيد عليهم واحد العصيره د الحامض. هذه الحاجه الاوليه. الحاجه الثانيه عندي هو المورانغ اللي غنصاوبو بالبيض البيض، ثلاثه ديال البيض البيض، ونص كاس الماء، كاس لاروب ديال سنيده كما كتشوفي هنا، كاس ما عامرش، كاس لاروب ديال سنيده، نص كاس الماء، كي يمكننا نعبروا بالكاس د العنبه ولا باي كاس عندك، المهم المقادير كتمشي بنفس الكاس. هذه الحاجه الثانيه. بقى لنا هنا الحاجه الثالثه واللي هو الكراميل اللي غنخدموه مع لا كريم فريش. كنحتاجوا غير نص لتر ديال الكريم فريش اللي درتها شويه في الكونجيلاتور، خصها تكون بارده باش كتطلع، علبه ديال الكراميل نيسلي كراميل، وواحد ساشي ديال نيسكافي ولا معلقه صغيره ديال نيسكافي. كنحتاجو كذلك عندي هنا ثلاثه د الوريقات ديال الجيلاتين، ثلاثه د الوريقات. اول حاجه غادي نصاوبو هنا هو النوغا. كناخذو ديك الكاس السنيده مع الكاس د الماء، وقلنا غنزيدو عليهم واحد العصيره د الحامض ولا شي نقيطه د الحامض. كنديرو ديك اللوز كيطيب في هاد السيرو حتى كيبدا يطرطق، فخصنا يكون هاد اللوز مقرمل باش تجينا النوغا ناجحه. كتخليه يطيب في هاد السيرو حتى كيتعلق وديك اللوز كيطيب. هذه هي الطريقه. ها اللوز قلنا هنا كاس ونص اللوز مع كاس السنيده وكاس الماء وعصيره ديال الحامض، غنخليوها كطيب. كناخذ واحد الطريف ديال الورقه بحال هذا ديال بابي كويسون، ندهنوه بشويه د الزيت، وغادي نسرح فيه ديك النوغا ونخليوها غير هكا على جنب في المطبخ حتى كتبرد. وغادي نهرمشوها، نستعملوها في هاد لاكلاص اللي كتعطي واحد المذاق زوين بزاف لهاد لاكلاص ديالنا. ها هي كتجي بحال هاد الشكل، كتبقاي طيبي حتى كتسمعي اللوز كيطرطق، كتعرفي راه طاب، وفي نفس الوقت ما خصش ديك السكر يتحرق، راكم عارفين تجي معسله بحال هكا. غنسرحوها فوق هاد الكاغيط اللي دهناه بالزيت ونخليوها على جنب حتى تبرد. غادي نصاوبو ديك المورانغ، ثلاثة د البيض د البيض، غادي نطربو غير شوية بأي طراب عندك. أنا هادشي اللي عندي هنا متوفر، ما عنديش داك الطراب اليد، كنخلي غير ترغوة شوية بحال هكا. وغادي نصابلو السيرو اللي غادي نطلعو بيه هاد المورانغ اللي فيه كاس لارب ديال السنيده، نص كاس الماء. كنغليهم فوق البوطه بلا ما تحركي لا بمعلقه لا حتى شي حاجه، غير بيدك هكا تدوري الكاسرونه. كنخليوه حتى كيدير واحد الفقاعات، وكنبداو نزيدوه فوق ديك البيض وحنا كنطربوه باش كينجح معنا هاد المورانغ وكيطلع ناجح. هنا غادي نبدا نزيد في ديك السيرو اللي طيبنا ديال السكر والماء، وانا كنطرب. فهذه هي النتيجه، كتكون ناجحه 100% باش كتعرفيها كتقلبيها بحال هكا وما كطيحش. هذا هو المورانغ ديالنا، غنخليه على جنب وغادي نمشيو نطلعوا لا كريم فريش اللي قلنا نص لتر ديال لا كريم فريش، بردناها شويه في الكونجيلاتور باش كتصدق، وصافي ما كتحتاج شي حاجه، غير خصها تطرب مزيان حتى تطلع. غادي نخليوها كطلع كما كتعرفوا، يعني باي باتور ولا هذا كطلع ملي كتكون بارده كطلع 100%. غادي نخليوها ونمشيو نصاوبو ديك القهوه، ديك الساشي ديال القهوه غادي نطلقوا بواحد المعلقه ديال الماء بارد، نطلقوه ونخليوه على جنب حتى نحتاجوه
المرحله اللي غادي نزيدوه في لاكلاص ديالنا. هكذا غندوبوها ونخليوها. هناخدو هاد الكريم كراميل، عندي هنا الكريم شونتي اللي طلعنا لا كريم فريش، ناخدو النص ديالها ونطلقو فيه ديك العلبه ديال الكريم كراميل باش كنتاكدوا بان هاد لا كريم طلقات مزيان وغتدخل لنا في لاكلاص كامل. دابا الا جينا وكبينا هاد العلبه كامله في ديك الكريم شونتي كامله، غتبقى في واحد الجهه هي واحد الجهه لا. هاد المرحله غير باش كيجي داكشي ميكسي مزيان ومخلط. غادي نخلطها مزيان مع هاد النص ديال الكميه، عاد غادي نضيفو كلشي على بعضياته في الاخر ونخلطو مزيان. صافي هكذا كدمجيها مزيان بهاد الطريقه. دائما من تحت الفوق باش تبقى شاده لنا ديك كريم شونتي. النوقه ديالنا هي واجده، كنهرسو طريفات صغار وغادي نطحنها في الميكسور. ما نطحنوهاش بزاف حتى ترجع عجينه، كنطحنوها شويه مهرمشه، كتعطي واحد المذاق رائع لهاد الطرطه، كتجي معلكه بهاد النوقه والكراميل. بهاد الطريقه غادي نطحنها ونخلي واحد الطريفات خليتهم تزين. هذا هو الشكل ديالها، كتجي مهرمشه. النوقه اللي معروفه كيفاش كتواتى مع لا كلاص. هذوك الوريقات ديال الجيلاتين ذوبتهم شويه الماء، رطبتهم في الماء بارد كنعصرهم، وغادي نذوبها في الميكرووند. ما خصكمش تسخنوها بزاف، اما كتعرفوا الجيلاتين الا سخنات ما كتبقاش تعطي المفعول ديالها. هذا واحد المول اللي وجدته بهذه الطريقه، شويه د الومنيوم، ديك الدور اللي عندنا ديال اللي كيتحل ديال الطرطات، ولا اللي عندها الدور اللي ما كيتحلش. انا هذا كيجيني ساهل. هنا غادي نبدا نخلط المسائل كامله اللي وجدنا مع بعضياتها. عندي هنا اللوز مع الكريم شونتي، وغنضيف لهم ديك اللي درنا العلبه ديال الكراميل مع الكريم شونتي كذلك، وباقي عندنا المورانغ اللي غنزيدو حتى هو معاهم. وغادي نزيد ديك الجيلاتين حتى هو اللي ذوبتو، ومعلقه د القهوه وصافي. وغادي نديرو في المول، كندخلوه للثلاجه خصو واحد 6 سوايع ولا الكونجيلاتور واحد ساعتين ونقدروا نقدموه. تخلط دائما بهذه الطريقه باش تبقى شاده لنا هذيك لاموس ديالنا. ها المعلقه د القهوه والجيلاتين يكون بارد ما يكونش سخون باش نضيفوه. صافي غندمجوا هاد المسائل مزيان مع بعضا، وغنجيبوا ديك المول ديالنا. ها هو مخلط مزيان. هنايا غادي نجيبوا داك المول اللي وجدنا، كدهنيه بشويه د الناباج الا عندك، والا كان المول اللي ما كيتحلش حتى هو عنده الطريقه ديالو. المهم غادي نعمروا هاد لا كلاص في هاد المول ونديوه للثلاجه ولا الكونجيلاتور. خليت هنا واحد شويه للتزيين، فهذه هي الطرطه ديالنا، وخليت واحد شويه اللي غادي نستعملو للتزيين. غادي نستعملو في التزيين ديال هاد الطرطه منين تبرد، وغادي نشارك معكم الطريقه ديال التزيين ديالها بطبيعه الحال. فدابا غادي نديوها للكونجيلاتور ونتلاقاو من بعد. بعد ما خرجت من الكونجيلاتور كناخذ واحد الفويطه تكون في الماء سخون وندوزو على هاد الدور باش كتفك مزيان. ونفس الطريقه يمكن لك ديريها للدور اللي ما كيتفتحش، انا عندي هذا اللي كيتحل. صافي كيخرج هذا الدور بسهوله. غادي نزينها بديك شويه ديال لاكلاص اللي خلينا. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، كتجي السمك ديالها وكما قلنا معلكه باللوز والكراميل. غنستعمل ديك المعلقه ديال لاكلاص، واللي ما متوفرش عندها يمكن لها تستعمل شي معلقه ولا مغرفه. المهم نشكلو شي كويرات، نزلوهم بهذا الشكل
باش نعطيوها منظر زوين. وتزيين دائما كيبقى شي حاجة اللي اختيارية، كل وحدة راه تبارك الله كتعرف المسائل اللي كتواتى مع كل حاجة. هنا كويرات ديال لاكلاص، وغادي ندير ديك طريفات ديال النوغا اللي خليت. عندي واحد البسكويت سيجار حتى هو غنستعملو هنايا، وشويه ديال صوص كراميل من الفوق، وصافي كتجي غزاله في المنظر ديالها وفي المذاق بطبيعه الحال. كلاص ديال الضيافه اللي يجي زوين يعني كيحمل الوجه، والمذاق ديالو كذلك لذيذ، وكتجي بروفيسيونيل يعني بحال ديال الناس اللي كنجيبوها من المحلات. ديك الوريقه الجيلاتين كتجي متماسكه وزوينه. صافي هاد البسكوي سيجار غادي نديرو هنايا، نهرس هاد الجويجات على هاد الشكل، وكيبقى دائما كما قلنا داكشي اللي كيبان لك انت مناسب غادي تزوقي بها الطارطه. صافي لاكلاص ديالنا واجد، غنزيد هنا واحد شويه ديال صوص كراميل، وقلنا كنقدروا نخليو شويه من ديك اللاطه ديال كراميل نيسلي كتخفي بشويه د الماء ونزوقو به حتى هو على هذا الشكل. انا هذه كانت عندي هنا في الدار غادي نستعملوها في هذا لاكلاص، ولاكلاص هو واجد. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا اشتراك القناه ولايك الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.